كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، شهر رمضان الكريم. دايما الصيام عند الأطفال بيعتمد كل طفل على حسب قدرته الجسدية والذهنية والنفسية للصيام. لازم الوجبة تحتوي على بروتينات، لازم تحتوي على كربوهيدرات، لازم تحتوي على فاكهة وعلى خضار وعلى منتجات الحليب أو مشتقات الحليب، عشان مهمة للكالسيوم والفيتامين دي. في بعض الأطفال ما مش لازم يصوم أو ما يجبش عليهم الصيام أو ما ينفعش يصوموا أو بنسأل الطبيب لازم في أثناء عملية الصيام. زي إيه الأطفال دول؟ الطفل اللي هو المريض بالسكر، أو أطفال عندهم التهاب في الكلى المزمن أو التهاب الكبد المزمن، أو اللي بياخدوا علاج نقص المناعة، أو الأطفال إن هم ناقصوا النمو أو عندهم مشاكل في النمو بتاعهم.